حياكم الله في جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك في مؤتمر الفن الإسلامي بمركز الملك عبد العزيز الثقافي. الجناح يحتوي على عدة مقتنيات وخدمات تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نضعها بين يدي الزائر الكريم. الخدمة الأولى التي نقدمها للزائر الكريم هي كسوة الكعبة المشرفة. طبعا يستطيع الزائر الكريم الاطلاع على كسوة الكعبة المشرفة وكيفية حياكتها ومراحل صنعها وشرح وافي وكافي عنها. أيضا لدينا اللي هي الأطياب الخاصة بتطيب وتبخير الكعبة المشرفة من البخور والطيب وماء الورد الطائفي والمسك. كذلك لدينا اللي هو الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرفة كما هي العادة السنوية في 15 من شهر محرم، وأيضا معنا مقتنيات خاصة بالمسجد الحرام ما بين اللي هي الثقالات التي كانت تستخدم في تثبيت كسوة الكعبة المشرفة واستبدلت حديثا بالحلقات النحاسية، ولدينا نسخة مطبوعة ثلاثية الأبعاد من قفل باب الكعبة.